انا اعتقد يعني ما اتحدث عن بس اعتقد المباراه المقبله يعني المدرب البرتغالي سيشرك كريستيانو رونالدو. يعني اكيد كريستيانو رونالدو اسم كبير ولا يمكن انه يتغافل. انا قلت لحد الان لا زلت مصر انه هرنانديز بحكم الاحصائيات اللي موجوده عندنا الان من افضل اللاعبين في لحد الان من افضل اللاعبين هو سب الدقيقة على المستوى 60 اللي يقدمه من افضل اللاعبين موجودين في كاس العالم، لكن شفناه المباراه السابقه جلس مصطبة الاحتياط. نعم فيليكس ايضا كان نعم. جلس اليوم شفناه اساسي. انا اعتقد هاي مساله جوليوس رونالدو هي مساله طبيعيه جدا، ممكن للتوظيف، ممكن شخص الاخطاء والخلل، لذلك ما اعرف انا هسه الشوط الاول ممكن ان تكون رساله شحن وتحفيز. اكيد هو سلعبه اخر 28 دقيقه مازن السريع وصل لي ما شاء الله مازن دائما يتحفنا بهاي الاخبار نعم. السريعه نعم علاوة احمد ايضا هم يتحفني أكيد. بس هم نفس علي. المايك يستخدمون هذا الاشراك برسالة ايضا اكيد. شوف تهيئة انا فايز 5 ورايح لا ولكن رونالدو بعيده الى اجواء يعني هاي الموضوع راح اربطه بنفس الموضوع اللي كان نيمار من اصيب واقحم بمجازفه. انت سميتها مجازفه مجازفه لان مباراه حساسه وكان لابد انه تكون فوز او خساره، لذلك اليوم اعتقد انه مساله اشراك رونالدو بعد انه حسم يهيئ المباراه المقبله. رونالدو لا يمكن انه يستغنى عن المنتخب البرتغالي رقم، ولا يمكن انه يكون جليس الاحتياط صعب. اعتقد انه مجرد اراحه، ممكن اعاده حسابات، ممكن يكون تحفيز مثل ما تحدثنا، واكيد رونالدو اضافه للمنتخب البرتغالي.